يقول إذا تأخر عن خطبة الجمعة ودخل معهم في الصلاة هل له جمعة؟ نعم. إذا تأخر عن خطبة الجمعة أي. ودخل مع المصلين في الصلاة ولم يدرك الخطبة هل له جمعة؟ نعم له جمعة إذا أدرك ركعة، إذا أدرك ركعة من الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى وتكون جمعة كما في الحديث. أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنها فاتته الجمعة، لكن يدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي لصلاة الظهر. نعم.